بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح امير دوله الكويت الشقيقه اعرب سموه فيها عن اطيب تهنيه بنجاح العمليه الجراحيه التي اجريت لسموه سائلا الله العلي القدير ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل وأن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة في عهد سموه الزاهر